متدخلون في مناقشة مشروع قانون رقم 1523 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. الكلمة لفريق التجمع الوطني الأحرار النائب محترم السي عبد الرحمن العمري في حدود 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، لي عظيم الشرف أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني الأحرار في هذه الجلسة العمومية المخصصة للبث في مشروع قانون رقم 1523 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. سيد رئيس محترم، قبل الخوض في هذا المشروع القانون، في البداية لا بد من التأكيد على الدور الكبير الذي تؤدي حرية التعبير في المجتمع كمحرك للديمقراطي العمومي. فالدستور المغربي 2011 الذي نص على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية التي يجب أن يكفلها للمواطن المغربي، حيث نصت العديد من مواده على احترام قانون الإنسان والنشر والعرض، كما مع ضمان حرية الفكر والتعبير باختلاف أنواعها. سيد الرئيس محترم، علينا أن نعترف أن بلادنا كانت سباقة على صعيد العالم العربي في إصدار آلية خاصة بالتنظيم الذاتي في مجال الصحافة الورقية والإلكترونية، حيث خرج قانون المجلس الوطني الصحافة إلى الوجود بعدما لقي ترحيبا كبيرا في الوسط الصحفي داخل المغرب وخارجه. ويرتكز قانون الصحافة والنشر الذي ينظم قطاع الصحافة في المغرب على 3 قوانين أساسية، وهي مدونة الصحافة والنشر، وقانون المجلس الوطني للصحافة، ثم النظام الأساسي الصحفيين المهنيين. وينطلق المجلس الوطني للصحافة من فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، حيث أن القانون منح له صلاحيات كانت في يد السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بمنح البطاقة المهنية والتأهيل قطاع الصحافة، كما منحه القانون حقه الاستشاري في القوانين والمراسم المؤطرة للصحافة والنشر، وكذا صلاحيات اقتراحية في هذا المجلس. سيد الرئيس المحترم، نحن في الفريق نعتبر أن حق الصحافة والنشر ببلادنا يوجد على رأس القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح جذري وحقيقي، لأننا في حاجة ماسة إلى إعلام قوي وديمقراطي وحر للدفاع عن الوطن والمواطنين. واليوم نناقش هذا المشروع بروح وطنية عالية، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية الصحافة والنشر في حياة الأمم والشعوب، وإيمانا منا أيضا بأن الصحافة هي مرآة المجتمع التي تعكس مكامن قوته ومواطن ضعفه. لذلك فنحن في التجمع الوطني الأحرار نستحضر أثناء هذه المناقشة المصلحة العليا لبلادنا، متطلعين إلى جسم صحفي قوي ومستقل ومتماسك. سيد رئيس محترم، إن مشروع قانون رقم 1523 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الذي نحن بصدد مناقشته، والذي خلق جدالا واسعا في أوساط الصحافة والنشر، فقد جاء إعداده بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون لمدة 6 أشهر. سيد الرئيس، وطبعا الهدف ليس تدخلا في شؤون الصحفيين أو الناشرين لا من طرف الحكومة ولا من طرف البرلمان، بل هو مبادرة ترمي أساسا إلى تصحيح الوضع الغير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني، بالإضافة إلى العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر. ونحن كفريق من الأغلبية لا يسعنا إلا أن نساند ما جاءت به الحكومة بخصوص تنزيل هذا النص التشريعي الهام في أقرب وقت ممكن، ونتطلع
بكل صدق أني حرص فريق هذه اللجنة المؤقتة وأن يعمل في مدة إقصاء سنتين مع كل ممثل الصحافة والنشر ودون إقصاء أي طرف للتحضير لمقترح قانون جديد خاص بالصحافة والنشر يستجيب لتطلعات جميع المهنيين، ونؤكد أننا كممثل الأمة مستعدون لتمنيه والدفاع عنه بكل حماس وقوة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير للبلاد والعباد تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، وكما قال تعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.